السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز التمرين 21 صفحة 131 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات، وهو تمرين يتعلق بمبرهنات في الدابورت. التمرين يقول: لدينا ABC مدلات بحيث AB تساوي 7 و AC تساوي 7 و BC تساوي 4 98. السؤال طلب منا أن نبين أن المثلث ABC مثلث قائم الزاوية، أو سؤال آخر يقول: ما هي طبيعة المثلث ABC؟ يعني نفس السؤال إذا طرح نقوم بما يلي في الحل. إذا لدينا AB أس 2، لأن مبرهنة فيثاغورس فيها BC أس 2 وفيها AC أس 2 وفيها AB أس 2. لدينا BC أس 2 تساوي زد مربع 98 أس 2، فيذهب الجذر المربع مع الأس 2 فتصبح 98 كما قرأنا في الدرس جذور مربعة. ولدينا AB أس 2 تساوي 7 أس 2 تساوي 49، و AC أس 2 تساوي 7 أس 2 تساوي كذلك 49 كأب. إذن 7 أس 2 تساوي 49، ومنه مش كنلاحظو كنلاحظو بأن 49 زائد 49 تساوي 98. كنلاحظو أن العدد الأكبر دائما هكذا أقوم، العدد الأكبر يساوي مجموع العددين الأصغرين اللذان هما 49 زائد 49، ثم بعد ذلك أقوم بتعويض كل رقم بدلالته الحرفية. إذا لدينا 98 هي BC أس 2، و 49 هي AB أس 2، و 49 الأخرى هي AC أس 2. إذا بدنا تعويض كل رقم بدلالته الحرفية نحصل على مبرهنة فيثاغورس، تعبير مبرهنة فيثاغورس. هنا حينما أصل إلى تعبير مبرهنة فيثاغورس المباشرة ماذا أقول؟ إذن حسب دوحة ميم مبرهنة وميم أخرى وفاء مبرهنة حسب مبرهنة فيثاغورس باختصار العكسية كذلك اكتبه غي عين. اذا قلت باختصار اكتب ح م ف عين حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية ABC مدلات قائم الزاوية في النقطة A، قلنا النقطة A لأن هي النقطة المتكررة في المجموع، هي النقطة المتكررة في المجموع أو النقطة التي لا توجد في البداية ديال فيثاغورس. فكنكون إن شاء الله تعالى قد أتممنا
تمرين 21 صفحة، 131 من الكتاب الدراسي المفيد في الرياضيات. التوفيق لجميع التلاميذ الأعزاء والنجاح إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.